بطلت؟ لا بس اكيد اكيد هلا بتجي. انا عم بسأل هالمغضوبة هي. يا بي والله ما بعرف ما بعرف. طيب بس يروحوا الضيوف نتفاهم، شوفوا شو بدك تضيفوا الجماعة. ايه هلا منشوف. طب خليني اشوف رئيس المخفر. قبولا. لا خليني اشوفه مشان الله. شو بدك؟ انا جاهز. رئيس المخفر مو هون، راح على بيته من العصر. لا طب مشان الله قل لي مين المسؤول هون؟ ضابط المناوب سياده المقدم ابراهيم. على راسي. وهلا راح يبعث وراك، اصلا بده يشوفكم. لك الشغله ضروريه وانسانيه وفيها اعراض، الله يستر على عرضك. شو ما بدك؟ مشان الله شو ما بدك؟ انا جاهز. الف ورقه. الله يستر على حريماتك. 2000 ورقه. الله يخلي لك اولادك. 2500. الله يسترك. الله يسلمك ويحفظك ويديمك ويطول عمرك. 5000 ورقه. ما يصح لك احسن من هيك. الله يسامحك بس، الله يسامحك بس. ابو اسعد، الاستاذ وائل يعني صار كبيرنا هون بالحاره وبيمون على رقبتنا كلياتنا، فيعني وبتعرف انت يعني هون بالحاره ما في شيء مخبى. الله يخليك بركي، يعني في كلمتين هيك بده يحكيهم معك. تفضل تفضل استاذ وائل. مثل ما بتعرف سيد ابو اسعد، صابر شاب ادمي وشغيل وحابب يصاهرك، يعني بده يطلب ايد المحروسة بنتك سعدة، وهذا اذا ما عندك مانع. ها وبسام كمان شاب ادمي ومربى وحابب يطلب ايد المحروسة هن، وهنن الشباب يعني حبوا يكون انا موجود بهالمناسبة الحلوة. بقى شو رأيك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بقى مشان هيك نحن فكرنا انه هيك نتفق على النقد ونحدد موعد كتب الكتاب. عمي أبو أسعد، شو بنا ما سمعتنا؟ موافق ولا لا؟ أهلا وسهلا ولو، أهلا وسهلا ولو، أهلا وسهلا. يا ريت أهلا وسهلا بالشباب. يسلموا يسلموا. سيد سيد صالح. أهلين أهلين. يسلموا يسلموا. تفضل أستاذ وائل. باسمة. تفضل سيد بسام. بأي مخفر أنت؟ أهلا وسهلا. أختي شوفي. طب شوفي. دايما ان شاء الله. والله شيء ظريف. دايما عمي ابو اسعد. صحة. احترامي سيدي. احترامي سيدي. هات لشوف شو هو الشيء الضروري اللي لازم تقلي اياه. سيادة المقدم عفوا منك، بس اذا بتسمعني 5 دقائق بنوبك ثواب من رب العالمين. شرف احكي. هالبنت اللي كانت معي الشهادة لله ما دخلها. لك يا بني ادم في جريح بالنص، في جريح وفي مشكلة وفي ضبط، بقى ما تقلي هي دخلها وهي ما دخلها. بعرف يا معلم. احكي مثل بشر. أمرك سيدنا، أنا ما دخلت بهالقصة الله وكيلك إلا لأستر على بنت. الشهادة لله. ما شاء الله عليكم، كلياتكم صايرين مصحين اجتماعيين. قلي ولا شو عم تتعاطى؟ شلون سيدي؟ عم قلي لك شو عم تتعاطى؟ الله وكيلك يا سيدي ما بتعاطى شيء، أقسم بالله العظيم. أنا داخل بهالقصة هي لأستر على البنت، لأنقذ البنت، لساعد البنت وحياة الله. شو؟ لتساعد البنت؟ لك سيدي الله وكيلك شو ما بدكم تساووا فيني. شو بيطلع علي أنا جاهز. بس الله وكيلك هي بنت عيلة درويشة، فاتت فوتة غلط، اتلحى لي يا ولد، قلعها من هالفوتة هي كلياتها قبل ما تفوت بهيك بواب، وصارت المشكلة. ولك يا ابني في ضغط، في رئيس مغفر، وفي جريح بالمشفى. بس سيادتكم عندكم نظر، الله وكيلك البنت بتتشرشع، الله وكيلك البنت بتتبهدل. ليكني أنا قدامك، عدمني إذا بدك، بس رقاف بهالبنت خليها تروح على بيتها قبل ما يمرق عليها الليل، والله 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 بيذبحوها. هات إيدك لبوسها يا سيدي. يا سيدي هي بنت درويشة ومن عيلة مستورة، الله يستر على عيالك، الله يستر على ولاياك. أصبح ليش هيك سويت؟ مشان تفضحهم، وعامل لي زورو أبو فردين وعم تهوبر بالسكين على الشمال وعلى اليمين، ما هيك؟ يا سيدي الله وكيلك، هي برد بقلك،
أنا كان قصدي يستر عليها. أبوها رجال كبير. سبعيني الله وكيلك إذا بيدرى قسماً بالله العظيم بنشغط. حس بهالزلمة الله يسترك. طيب طيب، لا شوف شو أخبار المشفى. بس الله يسترك سيدي، لك شغلي الله يوفقك. الله يسترك، نحن خلينا نحاول عوض ما نزعل هالبنت. نصلحها ونساعدها. خلاص قلت لك لا شوف شو اخبار المشفى نصلحها. الله يوفقك، الله يعلي مراتبك. رجعوا على النظارة يا ابني. ان شاء الله تسلم، والله يا ريت كل الناس مثلك. الله يوفقك، حط قلبك بهالقصة. الله لا يجرب حدا. تلاقيها برتبك ومراتبك. تفضل استاذ وائل، تفضل. السلام عليكم. شو بو؟ إذا ما بده يعطي عمرينه ها؟ طولوا بالكم يا جماعه، بجوز عنده مشكله، عنده ظرف. شو بكم؟ مشكله شو؟ مشكله شو؟ ما انا قلت لك من الاول بس انت حمار. صابر صابر بك صابر، لفها لفها. ايه خلص صابر، كرمالك ما راح. شو ما عمل ما راح. خلص خلص، شو ما سوي كرمال استاذ وائل ما راح تجيب له. هلا بتشوف. يلا شرب يا حبيبي، ما راح احكي، ما راح احكي. وحق الله ابي اذا بيدرى بيذبحها. يا اختي والله انا متعاطف معك، بس في قانون وفي اجراءات. المساله مو انه والي بسرق اما بفك فلان ولا علتان، لا، المساله فوق طاقتي، فوق صلاحياتي. معلش يا سياده المقدم، بوس ايدك، الله يوفقك، خليها تطلع. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك والله الله خلقكم بالعكس، الله خلقكم بالعكس، ولسه بدكن تنخطبوا وتتجوزوا وتفرحوا. والله لحسب الله ما خلقكن. والله لك خلصونا بقى، فضحتونا بالحارة. وانت كمان لك الله يلعنك ويلعن هالخلفة العاطلة، ولك الله يلعن هذيك الساعة اللي شفتكن فيها، ولك شو اعمل بحالي هلا؟ شو اعمل بحالي؟ لك وين قلعوا؟ هلي مروة. وائل وينك؟ مشان الله لحقني. هدي شو في؟ شو؟ أخذوا باسم على النظارة؟ أنا شو بيطلع بي؟ طيب طيب طيب، بأي مخفر؟ أي ماشي ماشي، خليك هلا بجي. هلا بدي اتصل بواحد رفيقنا نشوف شو بنقدر نعمل. أي ولا يهمك. ما حدا قد غيرك يا أبو رفيق، يعني أنت مثل ما بتعرف باسمة بنت آدمية وظريفة، وأنت بتعرفها كتير منيح. مشكلة إنه لازم تنام ببيتها الليلة، لأنه إذا ما نامت بصير في مشكلة كتير كتير كبيرة. ومثل ما بتعرف يعني جمعة وسبت عطلة، يعني البنت تبهدلت بالنظارة ليوم الأحد. أبو رفيق خلي لي إياك يا رب، لك أنا طول عمري بقول عنك شهم وشيخ الشباب. أبو رفيق مشان الله يخلي لي إياك يا رب، لك البنت درويشة، يخلي لك شبابك. بكرة منشوف. شو بكرة؟ بكرة بيكون الوقت كتير تأخر، مثل ما حكينا جمعة وسبت عطلة. ماني قدران اتنازل لك زيزي، ماني قدران. بس انت بتعرف انه باسمة ما دخلها. ولو بدي ربي فيها الأزعر ابن الحرام. بس والله هذا ظلم يا أبو رفيق، يعني والله العظيم حرام. لك وينك لهلا؟ تأخرت. شبك شبك، شو وجعك؟ شبكك مخطوف. البنت اللي حكيت لك عنها شبها بالمخفر هلا هي. يا حبيبي بلشت تدرر تر عليك، شو عاملة؟ ضاربة جارتها بالسكين؟ هلا بلا غلاصتك مشان الله، أنا بهيك مواقف ما بعرف أتصرف، بدك تساعدني. البنت ما لازم تبات الليلة هنيك. بكل الأحوال لازم أشوف محامي ونروح على النظارة. لك هذا اللي وكلته بالطلاق، شو أخباره؟ إي والله جبته، رح أتصل فيه. الو مروة، شو صار معك؟ قولي لك. ليكني ليكني صرت عند باب المخفر. لك طولي بالك شوي، طولي بالك. Thank you.
خير شوفي شو صار. يلا وائل مشان الله. تعال تعال شوفي. ياك. مروة وين قلعت؟ لا تقولوا لي ما بنعرف. أختكم لوين قلعت؟ والله ما بعرف يا أبي، والله ما بعرف. ما بتعرفوا ما؟ أبو أسعد يا أبي فوت لنا الشاب. شوفكم تحكوا. هلا لا تعمل لي اياها قضية اجتماعية، يعني كل القصة وما فيها خناقة بكبري. مزبوط كلامك، بس يعني الحقيقة نحن بحاجة لمساعدة اجتماعية من حضرتك. اجتماعية شو؟ يا أستاذ أنت صحفي وبتهمك هيك جوانب من الموضوع. أما أنا ضابط شرطة وشغلتي هي القانون، ومهمة القانون هي ملاحقة الأخطاء حتى لو كانت اجتماعية. عظيم، يعني القانون مهمته حماية الناس. اللي بدي أقوله إنه البنت غلطت أكيد، بس غلط بسيط، يعني القانون مفروض يوقف معها مو ضدها. شوف أستاذ كلامك سليم 100%، ومن حسن حظ البنت إنه كلياتكم موجودين معه وعم تساعدوها. ويمكن من حسن حظها كمان انه حضرتك موجود وبتقدر تساعدها. صدقني البنت مو هيك، اكيد في حدا لعب بعقلها وغرر فيها. قسما بالله انا متعاطف معكم، بس ما فيني اعمل شيء غير لاجي تقرير الطبيب الشرعي ونشوف مين بدنا نطالع ومين بدنا نخليه. طيب نحن حكينا مع محامي ولا كمان ما بيقدر يعمل شيء؟ بالعكس، المحامي بيساعدنا وبيساعدها. موفقين يا شباب. شكرا شكرا تفضل. شكرا. شكرا على السلامه. عبود، عبود ما غيره؟ لك اي عبود ما غيره. لك شو دخلوا بالمشكلة؟ ما هو اصلا المشكلة، القصة باختصار انه هي ابو نزار ما خدمنا، راح بحبسه بهالموبايل بركي الله بيوفقنا بشي واحد فاضي. نجيات الله يرضى عليك. ايه القصة وما فيها انه حضرتك كانت بكبري، فات عبود لهنيك بالصدفة شافها، ما هان عليه المنظر، خانقها وقال لها تروح البيت، عندت ما بدها تروح، كلمة من هون كلمة من هون، علق مع الرجال اللي قاعدة معهم، قام ضرب واحد سكين. لا حول الله. لك عبود شو دخله بهالمصيبة؟ ما عم بفهم. يو كتر خيره الزلمة، شهامة منه. شهامة منه؟ ماشي. روحي هلا على البيت أنت. أنا بدي استنى المحامي لشوف شو بنقدر نعمل أنا وياه. لا أنا ما بقدر. خلص روحي ولا كلمة. أنا بتصرف، ما بجي إلا لجيب باسمة معي إن شاء الله. كمان بدي اشوف عبود، بدي اشوفه شو لازم يصير معه كمان. روحي خلص انت حاولي تلهيهم لاهلك شوي. مرحبا. اهلا استاذ. الله يخليك، البنت من كل بد لازم تطلع لي. بتطلع بس المهم الاثنين متخانقين يقروا كتابيا انه هن ما بيعرفوها ما لها علاقه. ولا بدها تحول لنائب العام. حول الله، مصيبة بسيطة. خلينا نشوف شو بنقدر نساعد. تفضل معي. ماشي لحقكم، بس اخذ التاكسي. يلا. الله يلعن ابو البنات على ابو اللي بيجيب البنات. الله يلعن هذيك الساعة اللي شفتك فيها. ويا مروة تعي لهون اشوف. ولك عبالك تعي. وليه انت بتعرفي كل شيء؟ انت بتعرفي ولا اختك؟ ولك احكي يا بتقول يا قسما بالله بصيح دمك. تعبت ابو اسعد. شو عبود؟ شو اللي صار معك؟ ما في شيء. لك شو اللي ورطك بهالشغلة؟ شو اللي علقك فيها؟ لا يا أستاذ وائل، مو أنت اللي بيحكي هالحكي. لك يا حبيبي يا عبود، أنا هي البنت شفتها بالكباريه قبلك بكتير، مع ذلك طنشت سكتت.
انت تصطفيل، انا ما بحسين. ليش ما بتحسين؟ اختك، خطيبتك؟ ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف؟ اصبح روح حلا مع عمك ابو اسعد لك. لك يا استاذ وائل، هي كان لازم حدا يوقف عند حدها. ولك انت ناقصك مشاكل انت. هلا شو بدك فيه؟ لا تخاف علي، الله يسترك استاذ برجه. اول ما تصل على الحاره بتخبر فاضل، الله يوفقك. شو بده يعمل لك فاضل؟ بيعمل لك شو بده يعمل لك؟ المهم هلا ما تكون عاطبه للزلمه اللي متلاح بالمستشفى. لك شو بدك فيه؟ معطوب الله مو معطوب مو فارقه معي. وهي باسي ما زال لسه بسوفها مره ثانيه بنفس القرنه بتبلبص عيونها. لك هدي هدي، المهم انت تطلع من الوقعه بقى على خير. شو يعني حيشنقوني؟ ولا يهمك استاذ، ولا يهمك، لا تاكل هم، ما بتناسبك هالاراني. الله معك تنحل. هاوي الشيء انت ما بتدخن؟ ما لا ما بدخن. سؤالي الاخير سيد ابو رفيق، البنت اللي اسمها باسمة لها علاقه بالمشكله اللي صار بينك وبين مدو عبود؟ لا. ارجو اثبات الافاده خطيا. انا الذنب علي، شفتها بالمحل وطنشت. انو محل؟ لك هذا المحل رحنا عليه انا وياك. شو نسيت؟ ايه انا وحده منهم. شو بيعرفني كيف بدلك عليها؟ وحده من الوحدات اللي كانوا موجودين. طيب انت ليش عم تلوم حالك؟ هي حره تساوي اللي بدها اياه. ايه انا من هذا الباب يعني فكرت انه ما اتدخل. او من باب تاني، من باب التحالف السري يعني، لا انت بتحكي ولا هي بتقول. يمكن، يمكن انا خجلان من اختها، ويمكن حس انه انا ما بمون مثلا. لك اذا عبود خريج هيك محلات ما قدر اضبطها، انا بدي ترد علي واحد صحفي مثقف. طمنا استاذ. الجريحه اعترف انه البنت ما لها علاقه بالحادثه، بس الضبط ما راح يصير غير الصبح على المفر. ايه وشو الحل؟ بدها تنام بالنظارة. عم شو استفدنا هي؟ شو استفدنا؟ أهلين مروة. شو صار معك؟ شو عم تحكي؟ بوس إيدك وائل، بوس إيدك، ما بقدر خليها تنام برات البيت. لك أبي قاعد برا رح ينجلط. الله يوفقك، اعمل أي شيء، بوس إيدك. طيب طيب، لا لا أنا بحكي معك. يلا باي. لسه ما نحل سيادة المقدم. إذا البنت قدرانين نساعدها قبل ما تنحرف، مد إيدك للخير الله يخليك. وأنا مستعد لأي شيء بدك إياه، إذا بدك بعطيك هويتي. لا إذا بدك يا سيدي أنا بقدر نام بالنظارة اليوم بدالها، بس خليها تروح على البيت الله يوفقك. لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقني البنت ما لها علاقة بنو، وأنا مستعد لأي شيء. والله إذا كان أبوها ذبحها، اثنينتها رح تكون خطيتها برقبتنا. شوف أنا رح أعمل شغلة غير قانونية مشان ما تكون خطيت البنت لا برقبتي ولا برقبتك. أنا رح أفرج عنها بس بشرط. وأنا مستعد لكل طلباتك. من هلأ للساعة 8 أنا هون الآمر الناهي. إذا بتوعدني جيب لي إياها قبل الساعة 8 ولو بخمس دقايق أنا مستعد سلمك إياها. خلص وعد شرف، بتكون هون قبل الثمانية. خلص اتكلنا على الله. يا ابني جيب لي باسمة من النظارة. لك يا ربي شو هالمسة. Thank you.
فوتي. جيتي الله يسوي له شيء مثل ما سويتي وجنا. فوتي. طول بالك عمي أبو أسعد، طول بالك، صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. صابر شو بدك؟ شو بدك؟ العمى ضربني بخلقتك، شو القصة؟ تعرف صابي؟ لا والله ما بعرف. طيب اسمع مشان تعرف. قل لي شلون بدي اعرف بدون ما تقول لي؟ ايه طول بقى، كان معك حق. بشو؟ لما قلت لي بلاك يا لهنودة. خير؟ ليش شو عدا ما بدا؟ هلا انت ما حكيت لي. شو هي المشكلة بينك وبين ابو اسعد؟ لا لا هيك مشكلة عرضية ونكتة. ايوه شو هي المشكله يعني؟ اختلفنا على لعبه الترنيب. يا عمى ايه هل مشان لعبه الترنيب استقبلنا هالاستقبال الزفت؟ شو بدنا نساوي؟ ولي كيف ما يكون في مشكله عن حق وحقيق. يلا سيدي عديت هلا، المهم نام والصباح رباح نحكي بالموضوع. تصبح على خير. ايه قولتك قولتك بننام، ليش لا. أخي أخي شو بدك؟ أنا ما بدي لا هند ولا بدي صاهر ولا أبو أسعد، يقطع عمره وعمر بناته. تصبح على خير. لا تصبح على خير. تصبح على قنب ليلك. لك صابر؟ لك إيه شو بدك؟ شو بدك؟ لسه صابر صابر. روق يا أبو أسعد، الشيء اللي صار عادي وما في داعي نكبره أكثر من حجمه. لك شلون عادي يا أستاذ؟ شلون عادي؟ لك بنتي بمخفر الشرطة وبتقلي عادي؟ لك لسه الله أعلم منين لمينا. لا يا رجل لا تحكي هيك، البنت كانت قاعدة بمطعم مكشوف قدام كل العالم، شو بك؟ لك طيب شو المشكلة؟ شو التهمة؟ ما في شي يا رجل، جماعة تخانقوا بالمطعم، قامت راحت البنت بيناتهم هيك بالصدفة. علي هالكلام يا أستاذ وائل؟ طيب يا سيدي، واحد زد كلمة باردة على باسمة، قام الثاني تمنفخ وقام بده يدافع عنها، علقوا مع بعضه. وليش هالواحد زد كلمة وليش هالثاني دافع عنها؟ ليش؟ أنا هلأ ما رح جاوبك لحتى تهدى. يا أبو أسعد فهم علي،
انت عندك بنات على وش جواز، واي شغله هلا تطلع لبرا مو لصالح اي وحده فيهم، فاهم علي؟ لكن ليش مسكوه الشرطه هيك تبلي؟ يا سيدي بتصير مع مين ما كان، مشان هيك استهدي بالله وما بنا فضايح بالحاره. طيب استاذ مثل ما بدك. عظيم، انا من بكره باخذها وبروح مشان كمل الاجراءات. كمان لك هدي يا ابو اسعد، هدي مشان الله، انا طلعت على مسؤوليتي، يعني ما هان علي البنت تبات بالمخفر. انا هلا صرت متاكد انه ما حدا قدر يعلم علينا الا هالواطي عبود. علم علينا وهرب، تخبى تحت الارض مثل الفيران. معلم بدك اياه يطلع من تحت الارض؟ شلون؟ شو كان اسمه هذا الولد اللي بيمشي معه؟ رجع. صح رجع. انا برايي انه نروح ونخطفه لهذا الولد اللي اسمه رجع ونجيبه لعنا بهالطريقه، ونكون جبرنا لعبود انه يظهر ويبان. ايوه فكره. طيب وحدا منكم بيعرف وين ساكن هذا الرجاء؟ منلاقيه معلم، منلاقيه، مو هو جاره لعبود بالحاره. ايوه في وجهه نظر. شغل البيبي سيتر اللي حكيتي لي عنه، وعلى اساس ما بدنا نكذب على بعض ان شاء الله تركوني بحالي. صار مع اليوم يكفيني. لا بس بهيك قصه كان لازم تقولي لي، ما بصير تكذبي علي مشان اقدر انا على القليلة شو؟ وأنا بقرب الكف لحتى أعرف إنه رح يطلع لي هذا عبود الكلب. فاضل فاضل، وقف وقف وقف. فوق مالك محقوق انت والعجي تبعك، عم تصرخ علي بصوت عالي كمان؟ اولا صباح الخير، ثانيا طفي الموتور لانه في موضوع ضروري بدي احكي معك. وش الضروري هاد؟ فتحت جريده حسابك وجاي تبشرني مشان اخلط لك مشط فشل؟ لك يا بني ادم طفي الموتور لافهم عليك وتفهم علي. طفيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي طفينا. أشو بدك مني؟ أنا وأنت مو متكونين؟ يا سيد فاضل، يا جنرال فاضل، عبود هلأ بالنظارة وبده إياك تروح لعنده ضروري. أشو مساوي هذا السرسري؟ يا سيدي هذا السرسري على الآن بخناقة عادية، وبده منك أنت الآدمي تروح لعنده وتساعده إذا في مجال. شو أستاذ؟ لازمك شي؟ آه؟ لا ما في شي، سلامتك. وين هو؟ بأي قسم من أقسامنا؟ وأشو القتيلة اللي متورط فيها يعني؟ أخي شغلة بسيطة وعادية، وهلأ هو بالمخفر اللي عند الساحة، بتعرفه هون؟ ايه عرفته عرفته، الشباب أصحابي هنيك، وبعرف كل مفاتيحهم كوها. ايه ممتاز كتير. بعدين الله يخليك، لا تروح لأجي، بجوز نعتازك ها؟ لا شوف، بس أستاذ، أنت يعني أشو خصك بعبود؟ ليش عم تساعده؟ سيد فاضل، الله يخليك موهبة التحقيق تبعك، هي اترك لي إياها اليوم رجاءً. ايه؟ كشفني لمبتك. شو أخذوه على النظارة؟ أخي ليكو فاضل على الموتور، طير الحقه واسألوه. شو بعبود؟ شو بعبود يعني؟ بالسجن، بالمخفر. رايح لعنده؟ شو غنو؟ والله ما... شو رجب أنو مخفار؟ والله ما بعرف.
ما بتعرف شيء انت، ما بتعرف شيء. خلص خلص روح روح. شو بتعرف لك؟ بلا ما تعلم. روح روح سكر الباب. شو؟ لانو مخفر يعني. شو بعرفني؟ ما بتعرف انت؟ لك ش... ما شايفني عم بسأل شو حمار انت؟ لك شو بتعرف انت؟ لك انت لا تقول حمار. لا تخانق انت، بدك خانق يعني؟ لا ما بدي خانق. لانو مخفر، تعال نشوف. لسه ما رحتوا؟ يلا بس ما خفية روحوا بقى خلصونا، هلا بتتأخروا على الاستاذ. يلا انا رايح معهم. لا لا ابو اسعد انت ما في لزوم تروح. مش لو ما في لزوم بقول ما بدنا نعجقها، بعدين مو ضروري الحركة اللي تدرى. يا أبو أسعد ما بصير هيك، حميد ربك الحمد لله ما صار شيء أكتر من هيك. بعدين الأستاذ حلا وهن البنات شغلت الروحة رجعة، طلع على حالك ولا رح توقع من طولك؟ كل الليل ما نمت. فوت نعم فوت ريح بدنك فوت الله يخليك. الضبط اجى فوتو على كل اللي انا وقعته رأي اخلاء السبيل لانه جريحي بالمستشفى قال انه ما له علاقه، بس بالمستقبل اذا شفتها بهيك حارات او شفتها بهيك محلات او بالشغله نفسها لا اسلخ جلدها عن عظمها، مفهوم؟ حق معك سيدي. على كل شكرا كثير لك، نحن عم نحاول نساعدها لتبعد عن هذا الطريق. العفو، نحن شو بدنا غير انه الناس تمشي على صراط المستقيم. مظبوط. اهلا وسهلا. مع السلامه. حتى لو الجريح اسقط حقه في الحق العام وفي تقرير الطبيب الشرعي، ايش محسب انت الشغله لعبه قلاب؟ هلا انت شايف ساعدني لما جاي تخبب على قلبي العمق عيونك على ساعه الصبح. اخي قل لي شلون بترحل يا محلها انت ومعك المصاري معك كل شيء. والله يا عين عمك شغلتك صعبه صعبه، ماكن في جريح بالنص وما بنعرف التقرير الطبيب الشرعي ايش قد بيعطيه اجازه، يعني حسب العطل والضرر. ايش بك؟ عم اقول لحالي ما عرفت انت عامل لواحد مثل حكايتك. لا تقلي مثل منشار بقرش واحد، لا تسامحني اذا اخذت نقله منك برات خاطرك يا ما يطلع بجسمي اكزيما قبلان هيك. مو مشكله دخني الله يستر على عرضك ضرب الخريم. هاي سيجاره. ها يلا يسترك. وينك؟ خلي رفاتك توصف فيني الله يسترك. انا معي صباحيه الاحد يعني 48 ساعه من هلا. الي بالصفحه مزبطه معهم. جوعان جيب لي اكل جوعان. هلا احلى صحن كباب وجنبه بيواز قبلان هيك منيح. هذا لا يلا حاجتك حاجتك يلا يلا حاجتك هلا بينو الشباب. سلام عليكم. اشو لازمك شيء؟ بدك شيء؟ انا على ارض بيت جمهوري استاذ وائلكو. ها لا شكرا ما في شيء. نحن عم نطالع سند اقامه. ومن ايمت بيطالعوا سند الاقامه من المخفر لك يا عمك؟ هو عم يقولوا بده ختم مثل ما بدكم. سلام عليكم. بليز كفينا كفينا. خير مشي الحال. الله يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. شكرا جزيلا. يعني انت مساعدتك لنا امبارح بالليل بتكفي وبتزيد. على كل استاذ في شغله ثانيه لو سمحت مشان عبود، اذا في امكانيه انت تتوكل عنه.
هو يروح يوكل لحاله. سكتي انت. ايه استاذ شو قلت؟ يعني هلا المهم انه الشخص المصاب يسكت حقه. على كل انت اكثر واحد بيعرف بهالاجراء، يا ريت تبدا فيه. زار العبود جاتين قضيته صعبه كثير. شو يعني؟ ايش شو يعني؟ عم اقول لك قضيته كثير صعبه، صعبه ماكن. يعني شو له علاقه هو بالسياسه؟ قديش كبيره يعني؟ اخي دبرها دبرها ان شاء الله دبرها، انت على رتبي بالحاره والله. ايش كانك عم تمسخر لك عين عمك؟ بربي ما عم تمسخر بربي، بس يعني الرجال بلكي لازمه شيء. هلا فتت شفته وصيت فيه واوا الى اخره، ما بصير بضل بالحارتنا؟ لا اصيل أصيل، ليش الكذب أصيل؟ أصيل والله. إذا كنت تخدموه روحوا جيبوا له النن مشان ياكل. اسمحوا لنا؟ لك إيش كنا عم نغني بالطاحون؟ قلت لك فتت ووصيت فيه. إيش كني هداك الواقف هونيك مو رجا؟ بلا رجا. هو بذاته. أبو جوا كوها؟ شو يعني كوها؟ شو بعرفني يمكن قازوز هاي؟ شو عم يعمل جوا؟ قال عم يطلع سند إقامة، ومنين؟ من المخفر. صاحبكم وائل آدم حسبنا تشحيش. لا سلامتك، أوعى تنتو. هي على الورطة. شوفي شرفي. تفضلوا. أيوة. يا محمد، مروة وباسمة وعبود بالنظارة. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ انت شو رأيك رجا بالقصة؟ اخي مو زابطة، هاي الخطبة مو زابطة. خلاص انت شو ها؟ خلاص انت بتخرب. انت بتخرب. شو رأيك؟ خلاص بقى. شو القصة؟ هلا ما فينا نشوف العبود. شو بده؟ شوف عبود. أهلاً حبيبي. خلص اللي راح راح، تجربة غلط ومرئي، انتهى الموضوع. تجربة؟ لك أصلاً نحن شو أخذنا لهيك إراني والله يا أستاذ أنا كل شيء كان بدي إياه إنه أحكي بس، أحكي كل شيء بيخطر على بالي. أصلاً هلأ أكيد بتكون انطبلت الحارة بالخبرية وخدي على غمز وتوتة. هلأ مالنا بالحارة. إيه باسمة شو كنت بدك تقولي؟ يعني عم بشتغل شغلة كتير سهلة، بتطالع لي 1000 ل2000 ليرة باليوم. شو غلطت؟ سهلة؟ مين قال لك سهلة؟ لك ربك حميد أنه لحقناك قبل ما تصير صعبة، وصعبة كتير كمان. ردي مروة بالإذن. أنا الذنب علي، كان من الأول لازم أحكي معك بهذا الموضوع. هلأ أنت شو اللي أخذك لهوني؟ أنا فضول فضول يعني هيك، رحت روحة استطلاعية يعني شغل صحفيين. ماهر مشان الله بقى، عندي مشكلة كبيرة بالبيت وما بقدر أطلع، مشان الله أجل لي هالمواضيع يومين ثلاثة. وأنا كمان مشتاقة لك. باي. بقى اجت أخذته وراحوا على المخفر وأنا أجيت لهون. ليش شو في بالمخفر؟ ما في شي، بس عبود بالسجن. شو علاقة عبود بمروة؟ ما بعرف. المهم هلأ أبوك راح لعن مروة؟ ما بعرف، بس مروة هي اللي اجت لعنا. ماما خلينا نروح على المسبح. مو هلا ماما، مو هلا. تعال نروح على المسبح. ما سمعت شو قالت لها؟ انا ما دخلني، بدي اروح على المسبح. ماما ماما بدي اروح على المسبح، انا ما دخلني.
ابو اسعد، انت بتعرف القصه وما فيها. بعدين البنت ما بينحجز عليها، منكون بشي منصيب بشي. انت اوعى من هيك بكتير. لك شو اوعى وما اوعى يا استاذ؟ لك والله ما لعين امشي بالحاره والله. لا يا رجل، لك البنت ما عملت شي بنو. كيف ما عملت شي علي انا يا استاذ؟ يعني معقول الشرطه ياخذوها مشان جماعه تخانقوا مع بعضهم؟ هي ما لها دعوه هيك لله بالله. هلا محاضر الشرطه موجوده، المتخانقين ما لهم علاقه بالبنت وهي ما بتعرفهم بنوب. بقى خلي كل شيء يرجع طبيعي ولا تكبر القصه وتقهر حالك. الله يخليك. والله يا استاذ انت غلاوتك عندي كبيره كثير، على الاقل ما تركتنا بهالمصيبه هي. ولو يا رجل، هذا واجبنا. شو عم تحكي انت؟ على كلين هدول البنات مش اخواتك يا استاذ، وانت شو ما بتامر انا حاضر. والله يا ام تميم رحت ماني عارفانه شو بدي اعمل. هلا انت متقدمه شكوكك 100%؟ نفس البنت؟ ايه، بنت فلعوصه من الحاره، قال بدها تشتغل بشرف وامانه. امتى انا رحت دبرت لها شغل عند اخواتي بالمحل، عم طلع لا فيها شرف ولا امانه. لك مو بس حط عينها على وائل وعم تلعب عليه، لك كمان عم تلعب على اخي. هدي هدي، هلا هيك ما رح تعرفي تتصرفي. بتعرفي عم فكر احمل حالي واطحش عليهم. شو تطحشي ما تطحشي؟ هلا انت بدك العنب ولا الناطور؟ شو بدك يعني اعمل لكان؟ شوف بيتي عم ينخرب قدام عيوني وضلني ساكته؟ لا لا تسكتي، بس مو معناته انك تتصرفي برعونه. امورك لازم تحليها وحده وحده. اول شغله لازم تسالي نفسك هالسؤال، يا ترى هالبنت الملعبه هي هي سبب مشكلتك مع وائل ولا هي نتيجه للمشكله؟ السلام عليكم، فينا نفوت لعند ابو رفيق؟ شكرا شكرا. لا لا يخز العين حولك ما شاء الله، انت قنبلة بحالة ما بتأثر فيك. مبسوط يا عم، سجين وتبويس يا حبيبي. أهلا وسهلا فيكم، والله فيكم الخير. كيفك كيف حالك؟ كيف وجرحك؟ مو محرز معك؟ ما في شيء محرز. كيف الشباب؟ قصدي الزملاء. كلياتهم بيسلموا عليك وبدعوا بسلامتك، ويعني أنا عندك طلب صغير. يخرب بيتك ما أكذبك. إيه ما صار لي بالأصل غير امبارح العصر، لحتى تشوفي حدا؟ لك هاي المزوز، شو مستاهل فيها أنت؟ هلا شو بدنا نعمل لك؟ أنا عندك طلب صغير. شو هو؟ تسقط حقك على عبود. كمان فشل هالكلب؟ يا أبو رفيق، يلي فهمته أنا إنه أنتوا اثنين رجليكم بالفلقة سوا، بقى الصلح سيد الأحكام. لك أنا وحدة قاعدة معي ومشرف حضرته ويجي. أي وحدة؟ أبو رفيق شبنا مو أي وحدة، باسمة بالنسبة له مو أي وحدة، يعني أنت شيخ الشباب وبتفهم ومعدل. باسمة بتكون جارته وبنت حارته وأبوها صاحبه، يعني هو ما بعرف ما لقاها حلوة بحقه، هو بيعرف البير وغطا. لك إيش رح ناكلها؟ شافنا قاعدين قدام كل العالم على طاولة واحدة، بعدين احترم حاله إن نحن زملاء بالمحل. أبو رفيق وكرمال خاطري. خاطرك وخاطر الشباب على عيني فوق راسي. اما اني اصفط عن حقي لا لا. لك انا عم اقول لك انه رجليك ورجليه بالفلقه سوا، يعني قدام القاضي زلمه معه حق، كان عم يدافع عن نفسه. والشغله الثانيه اذا عضرب ونهنها، ما انت ضربته لحتى كسرت له راسه. ايه مزبوط، لانه مارق علي مثله متايل. ابو رفيق عم نقول عنك شيخ الشباب، وشيخ الشباب كريم وبيسامح، بعدين كرمال الزملاء يعني ما لهم خاطر عندك، كلياتهم بيحبوا العبود. ما حلو يقولوا عنك انه انت بخيل ولئيم، مو هيك ابو ادهام؟ زيزي عم تحكي مزبوط. بعدين ليكني انا طولي وعرضي جاي لعندك اترجاك، وهو كمان مستعد يعتذر منك ويبوس راسك. ايه اتركي لي الموضوع شوي، خليني افكر بعدين بدي اسال محامي بالاول.